السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي وأصدقائي متابعيني على قناة يوتيوب حياتي في سويسرا. اليوم أكلة كمان حمص مسبحة فتة بالسمنة، بس رح نحكي على سرها وشلون تكون، شلون طريقة تطبيقها. يعني أول شيء بدنا هو الحمص الحب والمسبح، بدنا معلقتين سمن حيواني، بدنا لوز محمص، بدنا خبز مشوي او مقمر او يابس بتنشفه بالنهار، والبدوة، شوية ملح، كمون، شطة، بودرة، وفي عندي حمص حب على النار جاهز للشغل. هلا مبدئيا الفتة بتصير على شكلين، في منهم بالمطاعم طبعا حصرا قولا واحدا، بنحط الخبز اول شيء، وبنحط كبجاية مي او نص كاسة مي، مية الحمص، بنحط الحمص وبنحط البدوة فوقها، ما بيخلطها. في ناس مأنفة ما بتحب المنظر هيك كذا، احيانا بطلع قاسي، احيانا بطلع فارطة حسب ما يكون المي زيادة او الخبز يا بسوا. هلا مبدئيا اهم شيء البدوي. البدوي هي مسبحة بنضيف عليها لبن او مي، سن توم، ضروري سن التوم، طحينة ندعمه بطحينة، نضرب الخلاط ونخليها رخوة مثل اللبن. هي هلا بدنا نقطع الخبزات نكسرهم، وقف التصوير شوي وعليه. هلا بعد ما قطع الخبز بدنا نضيف عليه مي، انا هي الطريقه اللي بفضلها، يعني نضيف عليه مي لو كثير بدنا نرجع نصفيهم بحيث انه تاكل اكله ما تكون معجوقه. هلا بعد ما هيك يعني شوي لحظه بنصفيهم المي، بنخلي شوية مي معهم مشان تكون الأكلة ما كثير جامدة. بنحط عليه حمص حب، تمام، نجيب البدوي، نجيب البدوي ونفضي شوية بدوي. هلا بنخلطهم، أهم شيء وقت الخلط انه ما يكونوا ناشفين، انت بتطلع عليهم هيك، اذا ناشفين بتضيف عليهم شويه ميه حمص بحيث تطلع الاكله رخوه. خلطنا الحمص مع البدوي، البدوي اخواتي حبيباتي لازم تكون مالحه، ملحه ظاهر. شايف الخبز المقمر شلون؟ او المحمص او اليابس ما بيغب المي كثير فبيتم بواضح الخبز. هلا بعد الحركه هاي بنجيب بنجللها بالحمص. لازم يكون كله سخن مشان تاكلوا أكلة يعني دلال. صرت استحيل مشان ما أطول عليكم الفيديو. شطة حمراء، يعني هلا بتيجي شكلين، شي حد وشي بس منظر حلو. انا بحب احدي مع الفليفل، الحدي الفليفل المخلل، ها كمون اجباري، كمون مشان موضوع النفخة، تمام. يجي موضوع اللوز، اللوز يعني جميل، يجي طعمتها يعني ما بيخلى الامر، من راس بصل، مخللات، فليفله، حدي ممتازه ممتازه.
هلا بنسوي السمنة وننزلها. السمنة صارت جاهزة، لازم تكون حامية السمنة. بسم الله. تاكلوا وتدعي لي. ما تنسوني من الدعاء. بشوفكم فيديوهات جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.